سرطان الكلى من السرطانات التي لا يتوفر لها كشف مبكر، وتعتمد على الأعراض التي قد يشتكي منها المريض، وبنسبة كبيرة يكتشف المريض إصابته بسرطان الكلى بطريقة عارضة أو مفاجئة من دون أي أعراض. الأعراض التي قد تكون مصاحبة لسرطان الكلى: ألم بالخاصرة أو ورم بالخاصرة، وكذلك تواجد الدم في البول. ولكن العموم أو النسبة الكبيرة من سرطانات الكلى لا يشتكي المريض من أي أعراض، وقد يكون الكشف عنه بطريق الصدفة عن طريق الكشف عن مرض آخر أو شكوى أخرى ليس لها علاقة بسرطان الكلى. عوامل الخطورة المصاحبة لسرطانات الكلى هي التدخين، السمنة، وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، وعادة يكون عدم الانتظام في ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي أو يساهم في الإصابة بسرطان الكلى. بالنسبة للتدخين، 50% من سرطانات الكلى يكون المرضى المصابين بها مدخنين. يعتمد الكشف عن سرطان الكلى بوجود أعراض أو عن طريق الفحص السريري، ولا يوجد له كشف مبكر.